استقبلت تشكيلة فريق الاتحاد الرياضي اي ار بي ام مازرعة على أرضية الملعب البلدي الشهيد بن علي الأطرش فريق الاتحاد الرياضي اي ار بي هاسي مماش المتصدر للبطولة ما قبل الشرفية لولاية مستغانم بفارق الأهداف على الفريق المستضيف مازرعة. Thank you.
يعطيك الصحة يوسف. البا
البس ولدي البس البس كوفري 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 كوفريها كوفريها رسالتنا إلى الرابطة الولائية لكرة القدم بمستغانم النظر لحالة هذين الفريقين العريقين وأخذها بعين الاعتبار ودراستها كي يكون ضمن بطولة القسم الشرفي للموسم القادم، لأنهما منذ بداية الموسم وهما يتصارعان على أخذ المركز الأول كي يضمن الصعود إلى الأقسام العليا من البطولة، وهذا لسبب واحد هو المستوى الذي ينشطان فيه لعدة سنوات مضت. بساعدكم بساعدكم شبيبه بساعدكم كم خاوه حومه واحده صاحبي كيفاش شفتوا الباركور تاعي من المقابله كيف كانت اليوم كيفاش المقابله صعبه جدا لحد الان هذو كاين اتحاد مصر اتحاد حسم المش هما لما تمشوا في الباركور ما هذو ما زعما نيفو زعما دوكو نيفو ما يلعبوش في هذا النيفو ودي جوار هذو والله ما يلعبوا في هذا النيفو كاع سواء من فريق اتحاد مصر ولا من فريق اتحاد حسم بارك الله فيك شكرا شكرا مغنيه نصرت ها مرحبا بك كانت ان بارتي ديسيزيف كتب فيها كانت صعيبه بزاف من كاع الجوايا كما نقولوا البوبليك كان حاضر والجوار كانوا حاضرين ليسونسيال كملت 2-2 مازلنا اون بومي بلاص وربي يسهلهم هما ان شاء الله الباركور تاعهم حنا ربي يسهل وخاوه خاوه ولا واش خاوه خاوه سي تو طافي بارك الله المقابله اليوم سيناريوهات كانت كاينه على حدين كنا نقول ما هذا نفوزوا درنا التعادل التعادل يخدمنا ان شاء الله بربي من المستقبل وحنا رانا في المركز الاول ما تنساش باللي لعبنا على فريق ماشي بالسهل هو راه ينافس فينا وراه يتمشى معنا في المقابلات نتمنى ان شاء الله بربي نصعدوا بالزوج ان شاء الله ان شاء الله هذه روح رياضيه ربي يحفظك بارك الله فيك الفريق الفريقين في نفس المرتبه وفي نفس النقاط ما تقارنش زعما بتجي مقابله سهله توجور تقارنها باللي كاين مقابله صعيبه وتوجور نطلب بالروح الرياضيه تور كما كان الحال حنا ما غاديش نعاودوا كما يقول لك رجعوا الراولي حنا نكملوا هذه البطوله باقينا ان شاء الله وي ماتش اللي فيها الخير الباركور اللي راه متبقي يعني واش تشوف انت فيه انت يا شيخ الباركور اللي باقي حنا قادرين نكملوا بنفس المنوال كما بدينا في بدايه البطوله غادي نكملوا حتى نهايه البطوله ان شاء الله ان شاء الله نقولوا لا فيكتوار اكثر لكم براحتوا التعادل شويه كان صعب قول باللي 95% صعيبه ان شاء الله واش تقول الميساج تاعي للجمهور تاع مثلا هذا باش تطمنوا نتمنى تكون الروح الرياضيه ان شاء الله في كل ميادين ان شاء الله حاول الجمهور تاع مسرى واش تطمنوا انت يا كالمسؤول الاول على الفريق واش تقول حنايا نطلب من الجمهور تاع مسرى كما بدا معنا جمهور يساند في داخل الديار او خارج الديار نتمنى ان شاء الله حتى اخر مقابله ان شاء الله هنا ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله شيخ بسم الله الرحمن الرحيم ادخل اولا امن على التغطيه ان شاء الله نشكره ان شاء الله ونشكر ثاني الانصار اللي جاو معنا وما معنا عندنا لاعبين في المستوى يلعبوا في الجهوي الاول وجبناهم وصناروا معنا وهم مشكورين ونشكر ان شاء الله رئيس بلديه على راسهم الرحيل الشهري وكل حليمه محمد ورئيس دائره حسيمه مش بزاف ان شاء الله يا حميد جلالي الرئيس كيف كان اللقاء اليوم كيف شفت اللقاء اليوم يعني من الناحيه التكتيكيه كيف كان تفضل مقابله شيقه من النتيجه تخدمكم وتخدم ماسرة يعني هدفين مقابل هدفين في زوج ان شاء الله بربي ان شاء الله تطلعوا في زوج ان شاء الله اونيسبيرو ان شاء الله كانت فتيره روح رياضيه شو ان شاء الله الرئيس هناك غادي يزيدوا نخدموا ان شاء الله نخدموا ان شاء الله اكثر من هكا ان شاء الله اللي هذو اللي دعمونا ان شاء الله نشكرهم راهم مشكورين اللي دعمونا ان شاء الله وكل معنا الاداره الطاقم الفني شكون الجمهور اللي خرج معنا داخل وخارج داخل الجمهور ان شاء الله كاع ما نساوش المدربين في ان شاء الله دايرين فيهم ثقه هما دايرين فينا ثقه شكرا بن بكر بغدادي بن دحم بغدادي مصوم الفريق على حسب ما يشوف الاداء كان خارج من التغطيه كان اليوم الفريق كان عليه ضغوطات من الانصار ضغوطات
خارجية من ضمن اللعاب يخرجوا هذه المقابلة في المقابلات اللي راهم باقيين إن شاء الله، ونلعبوا ورقة صور إلى آخر جولة إن شاء الله. ونتمنى بالك رابطة ولا تشوف في البطولة وتشوف هذو جوج فرق راه من نهار اللي بداو المقابلة جولة الأولى مازالوا راهم متنافسين، وما عندنا ما نقولوا في جوج فرق يستاهلوا بين الصعود. بالك الرابطة كاش ما يجي قرار ولا وطلع الفريق الجوج إن شاء الله بربي إن شاء الله إن شاء الله ويسمحوا لنا. نشكر السلطات المحلية كما البلدية رئيس البلدية رئيس الدائرة، نشكر كاع السلطة تاع بلدية مصر، نشكر الأمن، وإن شاء الله بربي الأنصار نوعدوهم في المقابلة الجاية إن شاء الله نخافوا لهم في المقابلة ويوقفوا مع الفريق ويقعدوا الجمهور رقم 12 إن شاء الله. إن شاء الله بربي بهذه المقولة اللي قلتها إن شاء الله بربي في المقابلة التالية إن شاء الله نفرحوهم بالشكر إن شاء الله. بارك الله فيك.